وجهها كن اكيد راح تكون حقيب ساخنه بين الفريقين، خاصه وان شبيبة وصل الى الشباك في الدقيقه الثانيه من الشوط الاول لهذه المواجهه والقمه. طبعا هذا كان منتظر في مقابله كما هذه تاع كاس، يعني طابع الكاس عن تختلف تماما عن المقابلات الاخرى اللي في البطوله. ومزور في تنفيذ هذه الضربه، التماس لبختي، بختي كريم بوجقجي، بوجقجي المدافع لناحيه شدبه، شدبه امام بختي ويبحث عن كل الفتحات يبحث عليها فريق شباب الوزداد، عن راس علي موسى يردها فريق شبيبه القبائل عن طريق بن دحمان وطاليس في وسط الميدان، ترجع الكره لبختي كريم، بختي ناحيه مضوي، مضوي خير الدين امامه، لكن ضيع له هذه الكره لبوبريت وينطلق حميد بهلول امامه بختي كريم وبزاز من هناك بهلول في هذه الكره، ينتظر قليلا بهلول وتبقى الكره ناحيه شبيبه القبائل وبالقيد قويه والهدف قويه، وهدف ثاني لصالح فريق شبيبه القبائل في الدقيقه 14 عن طريق بلقيت بعد التمريره والتوزيعه الجميله جدا من حميد بهلول، خلطه كانت صاروخيه قويه جدا دون انتظار من بلقيت الذي يسجل الهدف، وفرحه كبيره لدى انصار شبيبه القبائل اللي تنقلوا بكثره لملعب 20 اوت. راح نشوف الاعاده بعد قليل يا يزيد، والهدف اللي كان عمل جيد من حميد بهلول ودون انتظار، قلصة قوية من بلقيت وهدف ثاني في الدقيقة 14 لصالح شبيبة القبائل، هدفان مقابل صفر. ساعة ساخن جدا ولصالح شبيبة القبائل، كان بهلول عمل جيد حفيظ، انتظر وصول بلقيت فاروق في المكان المناسب للتصويب والتسديد، وبتسديدة قوية بغت بها الحارس سليمان والبطا لتصبح النتيجة هدفين دون مقابل لصالح شبيبة القبائل هنا في ملعب 20 اوت أمام شباب بلوزداد. كرة لبختي ضايعة من مقطوعة من فاروق بلقيت، ثم دودان، دودان مرة أخرى لبوبريت، بوبريت وانطلاق بزاز، بزاز ياسين وصلت الكرة أمام مسلمي، بزاز خطير عندما يكون بالكرة بزاز، بزاز يطلق بزاز، يقود 18 متر بزاز في محاولة لتوزيع الكرة، خرجت ضربة القفار للحارس سليمان ولد مطا. إذا ربع ساعة ساخن وقوي، شبيبة القبائل تدخل في ربع ساعة هذه الأول بكل قوة من أجل الوصول إلى شباك شباب الوزداد، وهو ما كان في المرة الأولى بواسطة بن دحمان والثانية بواسطة فاروق بالقبائل.